ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
الصراط كما نشاهده وكما نتابع وإياكم يغادر هذا الدوار كما نتابع اتجاه القسم المستعجلة. إذن في هذه وقبل قليل عفوا المشاهدين الكرام غادرت سيارة الإسعاف الدوار أولئك هم المهتدون. إذن تغادر اللحظة كما نتابع وإياكم سيارة الإسعاف باتجاه القسم المستعجلات بمستشفى مدينة من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس.